تبعث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جنة الدنيا وجنة الآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بنتكلم عن جبر خواطر المريض، والنهاردة هنتكلم عن الأسباب التي تعين أهل المرض وأهل البلاء على الصبر. إيه الأسباب اللي بتعين على الصبر؟ أسباب كثيرة جدا، هنذكر منها بعض الأسباب النهاردة. وربنا يا رب يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين الراضين بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا البلاء أجمعين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين، وقلب بين قلوب الناس، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. أول حاجة تخليك تصبر على أي بلاء في الدنيا أيا كان هذا البلاء، سواء البلاء ده كان مرض، سواء كان دين عليك، سواء كان تضييق في رزقك، سواء كان حبس أو ظلم، سواء كان مات لك قريب أو حبيب، أي نوع من أنواع البلاء بكل أنواعه، أول حاجة تخلي البلاء دوت يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصبرك عليه أن أنت هتفوز بمحبة ربنا سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. الإنسان لما يفوز بمحبة ربنا، حتى لو عياذا بالله لو أنه لم يجد الحب من كل من على الأرض، فمش مهم، المهم أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. وإن كان السنة بقى سنة من سنن المولى عز وجل، إن هو لو أحب عبدا نادى يا جبريل، كما في الحديث الذي رواه مسلم، نادى المولى عز وجل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض يعني تلاقي هذا الإنسان اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه سبحانه وتعالى، حتى المخالف والموافق. يعني ممكن تلاقي إنسان بيخالفك في آرائك وفي أفكارك، ومع ذلك هو بيحبك وبيحترمك، أو على الأقل إن لم يكن يكن لك الحب الكثير، فعلى الأقل بيحترم هذا الإنسان. كان يسأل أبو جهل عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كان بيظاهر النبي بالعداوة والكراهية والإيذاء والحرب وغير ذلك، ومؤامرات كثيرة جدا لقتل النبي، ومع ذلك إذا سئل فيما بينه وبين أحد أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه الصادق الأمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بأول حاجة إن أنت تفوز بمحبة ربنا. إيه الدليل على كده؟ دليل من القرآن ودليل من السنة. الدليل من القرآن قال جل وعلا: والله يحب الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى بيحب أهل الصبر وبيجزل لهم العطاء. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرين دولت أجرهم يوم القيامة ليس لهم حساب، يعني كما قال القائل: يصب عليهم الأجر صبا، لا يعرف عدد حسنات التي يعني يجازى بها أهل الصبر أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم ذلك. ولذلك احنا بقى يعني مقبلين على شهر بقى رجب وشعبان ورمضان، كل عام أنتم بخير، بنكثر طبعا من الصيام في رجب لأنه من أشهر الله الحرم، وأحب الصيام إلى الله عز وجل بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. فإذا بنكثر الصيام في رجب وفي شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وشهر رمضان طبعا ده الفريضة أحد أركان الإسلام الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام من الصبر، فلم يحدد المولى عز وجل مدى الأجر والثواب اللي ممكن تتحصل عليه من أجر الصيام، لأن الصيام من الصبر، والصبر قال جل وعلا عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بأول ثمرة إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك. طب الدليل من السنة
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى إذن إن عظم الجزاء قدر الجزاء العظيم جدا مع عظم البلاء، على قد البلاء يكون الجزاء، على قد البلاء يكون الثواب والأجر والمثوبة والحسنات من الله سبحانه وتعالى، ويكون تكفير السيئات ورفعة الدرجات من عند الله سبحانه وتعالى. بأن عظم الجزاء مع الاثنين متلازمين مع بعض، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا شرطية إذا أحب قوما ابتلاهم. شوف بقى، تخيل حضرتك أول مرة قرأنا الحديث ده مثلا من سنين طويلة كان المتبادر إلى الذهن وإن الله إذا أحب قوما وسع عليهم أرزاقهم، بارك لهم في صحتهم، أكرمهم ونعمهم، يعني أغدق عليهم من نعمه. كنا متخيلين كده بصراحة. فوجئنا وإحنا بنقرأ الحديث لأول مرة في حياتنا من سنين طويلة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فكانت جديدة بالنسبة لنا دي. ابتلاهم إزاي إذا كان بيحبهم؟ قال لك ما أصل الدنيا ما تسويش عند ربنا جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى إذن لما الدنيا ما تسويش أي حاجة فليست بدار إكرام، فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب الله. عشان كده محتاجين إن احنا نفهم ونفقه بقى إيه فقه البلاء وسنن المولى عز وجل في كوني إلى غير ذلك. فأول حاجة تصبرك على البلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحب أهل الصبر الذين يصبرون على ثلاث حاجات: أن أنت تصبر على طاعة الله، وتصبر عن معصية الله، وتصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. ودي ثلاث أنواع للصبر. الثمرة الثانية الفوز بمعية الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الله مع الصابرين سبحانه وتعالى، إن الله إيه مع الصابرين. في الحديث الذي رواه مسلم حديث قدسي أن المولى عز وجل يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض بيقول يا ابن آدم أنا مرضت فلم تعدني، لم تزرني. فقال يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين، يعني إزاي أزورك يا رب وأنت رب العالمين. فقال جل وعلا موضحا طبعا المعنى الأولاني اللي كان مبهم بالنسبة لنا كثيرة جدا، إزاي المولى عز وجل يقول مرضت فلم تعدني، ده الله فاطر السماوات والأرض، والأرض منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال جل وعلا أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. خذوا بالكم بقى بقية الحديث، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبد فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ركز في الألفاظ، في الأولانية في المرض قال لوجدتني عنده، في الطعام قال لوجدت ذلك عندي. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا قد استسقاك فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. يبقى عند السقيا قال لوجدت ذلك عندي، وعند الإطعام قال لوجدت ذلك عندي، أما عند المرض قال لوجدتني عنده. فهذا دليل على قرب الله عز وجل من المريض وعلى قرب المريض من الله سبحانه وتعالى، معه بحلمه وعلمه وحفظه وكلاءته ورحمته وعفوه وغفرانه إلى غير ذلك. وخبرك يبقى هي دي كلمة لوجدتني عنده. وخبرك فعشان كده قال لك إيه، قال لك فالله عز وجل قريب من المريض، والمريض قريب من الله، والذي يعود المريض ويزوره أيضا قريب من الله. ولذلك كان يستحب لمن يزور المريض أن يطلب من المريض أنه يدعي له، لأن المريض دعاء مستجاب. ودي حاجة جميلة قوي، أن أنا لما أروح لمريض أقف كده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وأقعد أدعي له سبع مرات وأدعي له بقية الأدعية بتاعت إيه زيارة المريض، ثم بعد ذلك كده أسر له في أذني وأقول له بالله عليك ادعي لي. فلما المريض يرفع إيديه ويدعي لك صاحب قلب منكسر قريب من الله سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل يقول لوجدتني عنده
أنا قريب جدا من المريض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما ظنك بمريض قد انكسر قلبه في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا في حاجة إلى الله، لكن المريض أشد احتياجا إلى رحمة الله ومغفرته ورعايته وكلاءته وحفظه، وإن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه من هذا المرض. فقلبه قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، فلما يدعو لهذا الزائر اللي جاي يزور المريض، الله عز وجل يستجيب دعاء المريض لهذا الرجل. فكان من المستحب ان انت تطلب، يعني او نقول من المباح ان انت تطلب من المريض ان هو يدعو لك دعاء يكون بفضل الله مستجابا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لو مرضت فالله عندك، ولو عدت مريضا فالله عندك سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة من ضمن الأشياء اللي تصبر الإنسان على المرض وعلى البلاء، التأسي بأهل المصائب. ده يعني سبب عظيم جدا. نعمة التأسي أو نعمة التسلي أو نعمة التسلية نعمة عظيمة جدا من النعم العظيمة التي يكرم الله عز وجل بها عباده في الدنيا. أديك مثال بسيط خالص. كان في امرأة اسمها الخنساء. الخنساء كانت كافرة وكان لها أخ كافر اسمه صخر، كلام ده قبل أن تسلم. فصخر ده أخوها اتقتل فمات. فلما قتل أخوها قالت يعني والله لأملأن الدنيا بكاء وعويلا على صخر، مع أنه كان كافرا. وبدأت تقول بعض الأبيات: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وبدأت بقى يعني تنشد هذا الشعر في كل مكان، قعدت سنة وشوية تنشد هذا الشعر. وبعدين ربنا قدر أن هي كانت متزوجة، زوجها مات كافرا برضه. وبعدين هي أسلمت وكان زوجها كان ترك لها 4 من الأولاد من الذكور، وفضل الله لما هي أسلمت أسلموا جميعا معها، فكبروا بقى لحد ما جه في معركة القادسية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة أبي بكر، وفي عهد سيدنا عمر ابن الخطاب في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص اللي كان قائد المعركة. دخلت هذه المرأة اللي هي الخنساء وجابت أولادها 4 كانوا كبروا ما شاء الله وبقوا الشباب في ريعان الشباب، وقالت لهم: أريد منكم أن تتحنطوا وأن تتكفنوا، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعدين وصتهم أنهم يجتهدوا ويخلصوا النية لله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيل الله. دخل 4 وكلما تقاعس واحد منهم يقول له: أما تذكر ما طلبته أمنا، يلا أخلص النية وجاهد في سبيل الله. فقتلوا 4، ربنا يرزقهم الشهادة رب العالمين، قتلوا 4. جاء الصحابة يهنئونها باستشهاد أولادها 4، فما كان منها إلا أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. شوف اللفظ، الحمد لله لهدية لكل أم فقدت ابنها أو فقدت عزيز عليها. أسأل الله أن يربط على قلبها وأن يربط على قلب أبي آبائهم وأمهاتهم، وأن يربط على قلوب الجميع، كل من حرم من ثمرة قلبه، من سواء كان ابن أو كان أخ أو كان زوج أو كان أم أو أب، ربنا يربط على قلب رب العالمين. فبتقول إيه؟ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شاهد في الموضوع إن هي كان اللي نفعها وصبرها شوية ساعة قتل أخيها قولها: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي. خد بالك من الحتة اللي جاية دي: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نعمة التسلي، إن واحدة بتقول: أنا أخويا مات وكان عزيز عليا جدا رغم أنه كان كافر وكان عزيز عليا جدا، فكنت هموت نفسي لولا أن أنا شفت في ناس حواليا فقدوا إخوانهم برضو وماتوا، ويعني ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم برضو زي لقتلت نفسي. نعمة التسلية ديت لأنها نعمة كبيرة جدا. تبص لها واحد مريض قاعد في البيت عمال بيتأوه ليل ونهار، وحس إن الدنيا كلها بقت سواد في عينيه، وحاسس إن هو خلاص كره الدنيا ويئس من كل حاجة. خد المريض ده نفسه وحطه في مستشفى في عنبر في وسط 30 مريض عندهم نفس المرض اللي عنده، بل ممكن بعضهم يكون أقل وممكن بعضهم يكون أكثر، يعني أشد في درجة المرض، وحطه في وسط العنبر ده وخش له تاني يوم، هتلاقيه كده عنده حتة إيه؟ رضا وارتياح عجيبة جدا. تخش عليه: أخبارك إيه؟ الحمد لله احنا بخير، ده اللي قدامي حصل له كذا واللي هنا الله يكون في عونه، ده احنا بخير الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأنه رأى من هو أشد منه مرضا، فحصل عنده حتة التسلي
ان هو ايه يعني، يعني مش فرحان في مصائب الناس لا، بس هو كل ما في الامر ايه حاسس من جواه ان انا مش لوحدي، يعني في غيري مبتلى كتير. واحد مثلا مبتلى عياذا بالله بفقد عينيه، فشاف ناس كتير جدا، او عرف ان في بعد كده، او شاف قبل ما يفقد عينيه ان في ناس كتير جدا فقدت عينيها، فيتسلى ويتصبر بهم. واحد مثلا عياذا بالله اصيب بمرض معين مثلا، ربنا يعافينا يا رب العالمين، فلاقي واحد اصيب بنفس المرض بتاعه او اثنين او ثلاثة او عشرة او الف، واخد بالك، بيتسلى ويتعزي ويقول مش انا لوحدي، الحمد لله رب العالمين، هكذا. لكن النعمة دي يحرم منها أهل النار، ربنا عافينا وعافيكم من النار يا رب، واجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. إن أهل النار يوم القيامة حينما يدخل الكفار المخلدون في النار ويدخل معهم عصاة المؤمنين، لأن الإنسان العاصي مرتكب الكبيرة واخد بالك الذي لم يتب منها هو في مشيئة الله، وده اعتقاد بنعتقده أنه في مشيئة الله. قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لو شاء الله عز وجل أن يغفر لعبد قد أذنب ولم يتب فالله عز وجل قادر أن يغفر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو أراد أن يعذبه لعذبه، فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع أن يدخل بقى بعض الناس الذين لم يعفو الله عز وجل عنهم، ارتكبوا كبائر ولم يتوبوا منها، فالله عز وجل بيعذبهم على قدر الكبائر اللي ارتكبوها، ولكن ما داموا على الإيمان والتوحيد في النهاية هيكون مآلهم فين؟ إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لأن من عقائد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار موحد أبدا مهما بلغت ذنوبه، لو كانت ذنوبه دي جبال من الذنوب، لكنه في النهاية كان مسلما موحدا، وخد بالك كما قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أنا بذكر لك أواخر الحديث، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط لا تشرك بي شيئا، جاي لي على التوحيد وخد بالك، لا أتيتك بقرابها إيه مغفرة. يبقى إذن فدخل الكفار النار ودخل معهم عصاة الموحدين في النار، فالكفار هيتريقوا على عصاة الموحدين، فقالوا لهم ما أغنى عنكم إسلامكم، إحنا كنا كفار عياذا بالله، وإنتم ناس بتقولوا إن أنتم مسلمين وموحدين لكنكم كنتوا عصاة، في النهاية ربنا جمعنا إحنا الاثنين في النار. فيغضب المولى عز وجل لعصاة الموحدين فيأمر الملائكة أن تخرجهم من النار إلى الجنة. خد بالك هنا تغلق أبواب النار، لما لا يبقى في النار إلا الكفار الذين سيخلدون في النار، تغلق أبواب النار على هؤلاء الناس. والنار كما وصفها أبو هريرة، وحديث هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الغيبيات لا تقال يعني من عند الصحابي، إنما أكيد هو يعني نقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بذلك. فأبو هريرة بيقول أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قاتمة مظلمة، ربنا عافينا وعافيك يا رب. فلما يخرج عصاة الموحدين ولا يبقى إلا الكفار المخلدون، يحبس كل واحد، شو بقى العذاب بقى، في سجن انفرادي، سجن انفرادي في النار، ربنا عافينا وعافيك، يعني كفاية إن هي نار، لا نار وسجن انفرادي وظلام. فيظن كل كافر أنه لم يبقى في النار إلا هو، فتنتهي نعمة التسلي، يعني هو كان بيتسلى رغم أنه في نار وفي عذاب النار اللي النبي قال عنها كما عند مسلم، ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو كان العذاب في الآخرة بنار الدنيا اللي بتسيح الحديد والصلب ده كان كفاية قوي. قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي رواية أحمد، رواية مسلم دين، في رواية أحمد ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة، يبقى هنا قال لك 70، هنا قال لك إيه، قال لك 100. فالنار في الآخرة ربنا عافينا وعافيكم. فالكفار لما يخرج عصاة الموحدين تغلق عليهم ويتحط كل واحد في سجن انفرادي، فيظن إن هو الوحيد اللي فضل في النار وإن الكل خرج من النار. هذا هو قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أما عصاة الموحدين اللي خرجوا من النار
يدخلون في نهر اسمه نهر الحياة على مشارف الجنة، فيدخلون وقد امتحشوا أي صاروا فحما، ثم يخرجون من النار من نهر الحياة كأنهم اللؤلؤ المنضود، ثم يدخلون الجنة فإذا رأهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. فشاهد في موضوع نعمة التسلي، إن أنت تتسلى بمن حولك من أهل المصائب أو البلاء. واحد اتسرقت عربيته يلاقي 100,000 واحد اتسرقت عربيته، واحد عازم بلاد خطف ابنه يلاقي آلاف اتخطف أولادهم، واحد جاله مرض فلان يلاقي آلاف مرضوا بنفس المرض، فيحصل له شيء من الصبر. إنما لو كان إنسان، تخيل حضرتك لو أصيب بمرض وكان هو الوحيد في الكرة الأرضية اللي عنده المرض ده، كان ممكن يحصل له شيء من الإحباط ومن التعب، ولو ما عندوش وازع إيمان ولا عنده عقيدة ممكن ييأس عيازا بالله. فمن رحمة ربنا إن تقريبا ما فيش واحد مبتلى في الدنيا أي بلاء إلا ما هتلاقي على شاكلته آلاف من أهل البلاء عشان يتسلى هؤلاء جميعا ببعضهم البعض. من ضمن الأشياء يقول ابن مسعود: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أكيد ما فيش إنسان في الدنيا بيته يخلو أبدا، على مر السنين وعلى مهر الدهور لا يمكن أن يخلو بيته من الحزن ولو مرة في العمر حتى، يعني بيبقى عيلة وعيشة سعيدة ومبسوطة ووا، ومحدش عارف حوادث الظهر تأتي فجأة عياذا بالله. أذكر أن حكيت لحضراتكم قبل كده، رجل كان عايش في قصر وعنده شركات وعنده أموال وغني جدا وربنا موسع عليه وعايش في سعادة، وكان عنده زوجة وعنده منها 11 ولد وبنت، أصغرهم بنت 3 سنين وأكبرهم ولد عنده 23 سنة، وكان عايش في سعادة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان واحد قريبه بيتجوز، فهو ما كانش فاضي، كان عنده ورقه البيزنس مان ومش فاضي، بعت ابنه كبير عنده 23 سنة واداله هدية وقال له خد والدتك وخد إخواتك كلهم في العربية السوبر بان الجيمسي الضخمة دي وروح بارك له وتعالى، وكانوا على مسافة كده بلد جنبيهم يعني. وهم في الطريق ربنا يقدر سبحانه وتعالى إن السيارة تتقلب فتموت الأم ويموت 11 ولد وبنت. تخيلوا حضراتكم في لحظة من اللحظات هذا الرجل فقد الزوجة وفقد أولاده 11، تخيلوا حضراتكم. فالإنسان لو واحد بقى عايزاً بالله مات له ولد ولا مات له بنت ولا بتاع، لما ينظر لواحد فقد، يعني مثلاً هو ما عندوش غير 11 ولد وبنت، يعني لو مات عايزاً بالله مثلاً 5 وفضل 6 هنقول فضل له حاجة، مات 6 وفضل 5، مات 7 وفضل 4، مات 10 وفضل 1، واخد بالك؟ لا ده ما فضلش حد خالص. فلما انسان يموت له ولد او بنت او اكثر او اقل، فيبص كده يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عافانا، الرجل ربنا يصبره يا رب العالمين. شوف مات له كل اولاده، وراجل كبير في السن عنده 70 سنه، من اين بقى يفكر ان هو يتزوج ولا يخلف؟ خلاص الدنيا بالنسبه له ايه؟ خلاص يعني هو مش عايز حاجه من الدنيا. ولذلك الرجل اصيب بحاله من الذهول. فالإنسان يتسلى ويتصبر. ذو القرنين هذا الملك العادل المؤمن، الرجل الذي طاف المشارق والمغارب من أجل نشر التوحيد ونشر الإيمان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك، والراجح أنه كان ملكا مؤمنا عادلا صالحا، لم يكن نبيا من الأنبياء. ذو القرنين في آخر أيامه بعد ما طاف بقى مشارق الأرض ومغارب الأرض وما بين السدين ومش عارف إيه، وبنى السد بتاع بقى يأجوج ومأجوج وعمل كل الخير ده كله وحجب شر يأجوج ومأجوج عن الناس، لأنهم طبعا كانوا بيفسدوا في الأرض أيام إفساد. فبعد ما خلص بقى كل الخير اللي ربنا يعني استعمله فيه، فجاله مرض فأحس بقرب الموت، فحب إنه هو يصبر أمه. طب أصبر أمي إزاي؟ أعمل إيه عشان أصبر أمي؟ فأرسل لها رسالة، قال لها: يا أمي إذا وصلتك رسالتي فالسلام عليك، فأعدي طعام، أعدي مأدوبة كبيرة، وبعد ما تعد المأدوبة ديت ادعي الناس جميعا إلى هذه المأدوبة، ثم أخبريهم أنه لا يأكل من ذلك الطعام إنسان مبتلى، يعني اللي هيأكل من الطعام ده ما يكونش مبتلى، ما يكونش إنسان حصل له أي بلاء. فلما دعت الناس جميعا أهل القرية كلهم إلى الطعام وقالت لهم: كلوا جميعا إلا من ابتلي منكم، أهل البلاء لا يأكلوا، فامتنعوا جميعا. فلما امتنعوا جميعا علمت الرسالة التي أرسلها ذو القرنين، فقالت: من يبلغك عني أنك قد سليتني فتسليت وعزيتني فتعزيت، فالسلام عليك حيا وميتا.
فكان بعد ذلك مات ذو القرنين ولم يرى أمه، ولكنه أرسل إليه رسالة لتتعزى. تعالوا نكمل مع بعض أسباب الصبر على البلاء يعني بعد استراحة قصيرة. صلى على حبيبك. جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير ذا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. مدينة مرحبا يا خير ذا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل مع بعض أسباب الصبر على البلاء. فقلنا أول سبب الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى، يعني من أعظم الأسباب طبعا. والسبب الثاني برضو من أعظم الأسباب أيضا، الفوز بمعية الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا وإياكم محبة ربنا ومعية ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان لو فاز بمعية ربنا وبمحبته، ربنا سبحانه وتعالى هيسعده ويرضيه ويكرمه ويحفظه في الدنيا وفي الآخرة. السبب الثالث قلنا التأسي بأهل المصائب، إن قلنا إن إنسان يكون مبتلى ببلاء فلما ينظر إلى من حوله من أهل البلاء فيصبر ويتسلى ويحمد ربنا سبحانه وتعالى، بل يجد من هو أشد بلاء منه فيصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ذكرنا مثال ذي القرنين، وبنذكر مثال سيدنا أيوب عليه السلام. طبعا سيدنا أيوب كان يضرب، كان وما زال وسيظل يضرب به المثل في الصبر، حتى لما يلاقي واحد مثلا صابر جدا صبر شديد يقول لك ما شاء الله ده صابر، صبر أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب ابتلي 18 سنة ببلاء عجيب جدا. هذا البلاء كان سبب أنه لا يقوم، لا يتحرك، لا يفعل أي شيء، لا يستطيع أن يعمل أي شيء بالمرة. فكان يظل هكذا، وكانت تخدمه زوجته، يعني هذه المرأة الوفية اللي كانت مثالا في الوفاء، مثال عجيب جدا في الوفاء. سيدنا أيوب مع طول هذا الصبر فزوجته بتقول له أنت نبي كريم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ألا تدعو الله وأنت دعائك مستجاب؟ طبعا دعاء الأنبياء مستجاب، دعائك مستجاب، ألا تدعو الله أن يعافيك من ذلك المرض؟ فقال لها عشت في العافية 70 سنة وعشت في البلاء 18 سنة، فإذا استوت سنوات البلاء مع سنوات الرخاء والعافية دعوت ربي عز وجل، وإلا فقبل ذلك أستحي أن أسأل ربي عز وجل. شوف كمية الرضا اللي موجودة في قلبه، بيقول لها أنا عشت في العافية 70 سنة وبقالي في البلاء 18 سنة، فلما يوصل سنوات البلاء 70 سنة كمان هنا فقط أستطيع أن أنا أقول يا رب شفيني، إنما قبل ذلك أستحي أن أسأل ربي عز وجل. لكن لما مر عليه بعض أقاربه وقالوا يعني لا نرى أن أيوب إلا أنه لا نرى إلا أن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما والله عز وجل يعاقبه عليه، فحس بأن هو يعني الكلام ده فيه ظلم لي شديد جدا، ذنب إيه اللي أنا عملته عشان ربنا يبتني بهذا البلاء، إنما أنا صابر على قضاء ربنا من غير ذنب ومن غير أي حاجة. فهنا سأل ربه عز وجل على استحياء عجيب، ما قالش يا رب اشفيني، ما قالش يا رب عافيني، ما قالش يا رب لا تشمت فيها الأعداء، ما قالش يا رب يا رب، إنما كل اللي قاله قال له مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بيقول يا رب، ما قالوش يا ربي إيه البلاء اللي صلّت عليه يا رب، 18 سنة بلاء، تعبت خلاص، زهقت من المرض، بتألم ليل ونهار يا ربي، يعني اكرمني يا رب واشفيني. ما قالش كده، من أدب، من قمة أدبه مع ربنا سبحانه وتعالى، بيقول له يا رب البلاء ال 18 سنة اللي أنت ابتليتني بيهم دول ده كان مجرد مس ضر. عارف لما يعني لما تيجي مثلا إيه تهزر مع واحد صاحبك كده، فبتيجي تضربه مثلا بالبنية كده، أنت بتضربهوش ببنية جامدة، أنت فقط كده بتلمس اللبس بتاعه أو تلمس كتفه على خفيف كده، ده اسمه مس.
انا بمس كتفه كده بالراحه او بطبطب عليه كده بالراحه او بهزر معاه بصباعي كده مثلا في كتفه ولا حاجه مس ثانيه، عايز يقول له يا ربي يا ربي انت ما ابتلتنيش ابتلاء شديد ابدا يا ربي، يعني ده انت يا ربي ده انت الرحمن الرحيم، ده انت الودود يا ربي. شوف معنى الكلام الجميل، بيقول له مسني الضر وانت ارحم الرحيم. وكلمه مسني دي تستعمل دائما عشان تحس قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى. هديكم مثال ونرجع لسيدنا ايوب حالا. سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما كان بيدعو اباه آزر، ابوه آزر ده ما كانش كافر وبس، ده كان كافر وكان بيصنع الاصنام التي يعبدها الكفار، يعني كفره ايه مركب من كل ناحيه، يعني بيكفر وبيعين الكفار على كفرهم، واخد بالك؟ فسيدنا ابراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى اللي هو واحد من افضل اتنين خلقوا على وجه الارض، لان ربنا اصطفى المسلمين من البشر، واصطفى المؤمنين من المسلمين، واصطفى الانبياء من المؤمنين، واصطفى الرسل من الانبياء، واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام. ثم اصطفى من الخمسه اللي هم اولي العزم اللي هم افضل خمسه وجدوا على وجه الارض، اصطفى الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. ثم اصطفى المولى عز وجل محمدا فجعله سيد ولد ادم، فقال النبي كما جاءه الوحي من عند المولى عز وجل، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، ما بفتخرش عشان ما حدش يظن ان النبي كان يقول ذلك صلى الله عليه واله وسلم اعجابا، وانما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا، قال ولا فخر. سيدنا ابراهيم أبوه كان كافر وكان بيصنع الحجارة والأصنام التي يعبدها الكفار، فربنا بيقول سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. الله، الإمام القرطبي بيقول لك وأعظم ألفاظ الأدب مع الوالد هي كلمة يا أبتي. شوف بيقول له واحد كافر بيقول له يا أبتي، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف الألفاظ الجميلة دي، ليه يا أبي بتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ما قالوش ليه أنت كافر وبتكفر بربنا وبتعبد الأصنام وبتصنع الأصنام وبتعينهم على معصية ربنا، ليه أنت كافر وليه أنت ملحد وليه أنت، ما قالهالوش كده، قالوا لما تعبد. شوف دي، فأثبت له لفظ العبودية بس لغير الله سبحانه وتعالى، بيقول له انت بتعبد لكن العباده دي لو كانت لله فبها ونعمه عين، انما لغير الله ما ينفعش. قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي. برضه شوف، وكل جمله كان بيصدرها بكلمه يا ابتي يا ابتي، شوف قمه الادب. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. الله، يا ابتي اني قد جاءني من العلم، ما قالوش انت جاهل وانت تعرف حاجه بدين ربنا سبحانه وتعالى، ده انا اللي عندي العلم وانا اللي درست كل الكتب وفاهم كل حاجه والمسائل الفقهيه كلها بالادله بكذا وكذا، انت تفهم ايه في دين ربنا؟ ما قالوش كده. شوف دعوه الاب عامله، شوف الدعوه الجميله، شوف ربنا بيعطيك مثال جميل قوي، عشان لو كنت انت مسلم والاب والام كفار ادعوهم برحمه، ولو كنت انت مسلم وملتزم والاب والام ما هماش ملتزمين برحمه وبادب وبلين، واعرف ان دي امك وابوك اللي بيهم هتخش الجنه، حتى لو كانوا هم عياذا بالله ربنا يعافيكم، حتى لو كانوا من اهل النار خش بيهم الجنه. فبيقول له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان. الايه فيها ايه؟ هو ابو سيدنا ابراهيم انت مش لسه قايل من شويه ان كان بيعبد الاصنام؟ ايوه، أمال ليه سيدنا إبراهيم بيقول له لا تعبد الشيطان؟ لأنه عبد الأصنام حينما سول له وزين له الشيطان عبادة الأصنام، فكانت طاعته للشيطان في عبادة الأصنام عبادة للشيطان. يا سلام، شوف بقى الفهم الجميل للآية، قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف آخر حاجة بقى بيقول له إيه؟ بيقول له يا أبتي إني أخاف، ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله، إني أخاف أن يمسك، مجرد مس كده من العذاب، ما بقولكش ربنا هيولع فيك وهيدخلك النار وهتولع وتخش وادي سقر وادي غي والحيات والعقارب ومش هتشوف بقى ما قالوش كده. شوف الدعوة الرحيمة، قال له يا أبتي إني أخاف أن يمسك، أنا خايف يمسك
عذاب ما قالوش من الجبار، ما قالوش من المنتقم، ما قالوش من العزيز، قال له إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عايز يقول له يا والدي ده ربنا رحمن ورحيم، لو رجعت له هيرحمك في الدنيا وفي الآخرة، بس رجع له أنت بس. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. إيه رأيك في الرقة الجميلة دي؟ تخيل بقى، شوف بقى الرقة الجميلة دي، تحس كده عاملة زي عذوبة الماء، وفجأة نار بتتأجج من والد إبراهيم عليه السلام. فوالد إبراهيم بيقول له إيه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، أرجمك بالحجارة وهجرني ماليا. واحد بقى غير سيدنا إبراهيم، يعني أنا من الصبح عمال أقول لك يا أبتي ويا أبت ويا أبت، وإني أخاف من أن يمسك عذاب، إن شاء الله هتخش مش عارف إيه، ويقلب بقى على الوش الثاني. مش سيدنا إبراهيم ومش أهل الإيمان المحترمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعة. قال وما إمعة يا رسول الله؟ قال إن أحسن الناس إليه أحسن، وإن أساء إليه أساء إليهم. اللي يعملني كويس أنا معاه زي الفل، واللي يعملني وحش أديله وش الخشب. لا، ده مش انسان، يعني مش انسان عنده مبدا والاخلاق. انما قال ولكن ليوطن احدكم نفسه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليوطن احدكم نفسه انه اذا احسن الناس اليه احسن، وان اساءوا اليه اجتنب اساءتهم. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فسيدنا ابراهيم رجل صاحب مبدا وصاحب خلق، ده خليل الرحمن. فأبوه بيقول له أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ماليا. بص بعدها قال له سلام عليك. الله، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو بيقول له لأرجمنك وهجرني ماليا، واخد بالك؟ يكون رد سيدنا إبراهيم يقول له سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله، نرجع بقى لموضوع سيدنا أيوب، بيقول مسني الضر. مسني الضر يعني يا رب، عايز يقول له يا ربي رغم ان انت ابتلتني 18 سنه وانا مقعد في مكان كده زوجتي حطاني فيه، لا عارف اتكلم ولا عارف اقوم ولا عارف اتحرك ولا عارف ادافع عن نفسي ولا عارف اعمل اي حاجه، وخلاص بقيت مقعد 18 سنه، واخد بالك؟ فرغم كل ده يا رب، انا يا ربي بعتبر يا رب ده مجرد مس كده، مس من المرض يا رب، حاجه بسيطه كده. انت يا ربي ما اثقلتش علي يا ربي في الابتلاء، وما ابتلتنيش ابتلاء شديد يا ربي. شوف قمة الادب مع ربنا سبحانه وتعالى. قال له مسني الضر وانا متعود منك دايما انت ارحم الراحمين. شوف قد ايه مسني الضر وانت ارحم الراحمين. على طول جاءت الاجابة من المولى عز وجل، قال له ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يا سلام، عايز اقول له العلاج قريب جدا، مجرب بس شويه الماء، العين اللي انا فجرتها قدامك حالا ديت، ربنا فجر له عين قدام وتحت رجليه. قال له بس اركض اضرب برجلك فيها كده، فاهم ازاي؟ واشرب منها. تركض برجلك الخارج بتاع كله سيشفى ويرجع جسمك قوي زي زمان، وتشرب المرض يذهب من جوفك، يبقى لا في مرض لا جوه ولا بره. وبالفعل زوجته اللي هي رحمه خرجت ورجعت تاني، لقيت شاب فتي قوي ما شاء الله، وطول بعرض بجمال فبتقول له أما رأيت الرجل المريض الذي كان هنا؟ قال أنا هو يا رحمة. قالت أنت أيوب؟ قال أجل. قال أجل، شفاني الله عز وجل. فحمدت ربها عز وجل وحمد ربه عز وجل. يبقى التأسي بأهل المصائب. رقم 4، أن تنظر إلى ما أبقاه الله عز وجل عليك من النعم. دائما يا جماعة عايزين ننظر لنصف القوب المملوء. واحد عنده 10 بيوت، عياذا بالله ربنا عافينا وقع بيت، فما يبصش ما يقولش ايه وقع بيت، يقول الحمد لله ربنا ابقى لي 9 بيوت. واحد عنده 4 اولاد مات ولد، فما يقولش ربنا ابتلاني في موت الولد، ان ربنا اكرمني بان ابقى لي 3 اولاد. ربنا ابتلى انسان بكذا، يقول الحمد لله ربنا ابقى لي كذا. يا سيدنا أيوب حينما ابتلي هذا البلاء الشديد قال يا رب اللهم إن كنت ستبتليني فأبقي علي حاجتين فقط يا رب، دول بس اللي أنا عايزهم، فأبقي علي قلبي ولساني. هبتلي جسمي كله، سيب لي بس قلبي ولساني. قلبي أشكرك به ولساني أذكرك به. فمرض كل جسد أيوب عليه السلام ولم يبقى له إلا القلب واللسان، فكان يشكر الله عز وجل بقلبي ويذكر الله عز وجل بلسانه. ولذلك لما مر رجل
على واحد اسمه أبو قلابة، ولقى بقى ربنا يعافينا عافيكم إيديه الاتنين مقطعين من هنا ورجليه الاتنين مقطعين من أعلى الفخذ، لم يبقى له إلا الجزء الوسطاني ده، وقد عمي بصره وثقل سمعه، يدوب بيسمع ضعيف وما بيشوفش خالص. وبعدين واحد معدي عليه فبيقول لقى بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال له فضلك وعافاك؟ من أي شيء عافاك وبأي شيء فضلك؟ قال له عافاني من الشرك وفضلني بنعمة التوحيد وبنعمة الحمد والرضا بقضاء الله وشكره وذكره سبحانه وتعالى. وغيري صحته زي الفل والجسم والصحة والطول والعرض والجمال والمال والثراء، ولكنه إما أن يكفر بالله وإما أن لا يكون شاكرا لنعم ربنا سبحانه وتعالى أو لا يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى. بيقول له ربنا رزقني نعمة الرضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ورزقني نعمة الشكر والحمد والرضا بقضاء ربنا، وإن أنا بعبد ربنا وإن أنا بوحده وما بشركش به سبحانه، أليست هذه نعمة سبحان الملك؟ يبقى إذن التأسي أو التسلي بأهل المصائب. رقم 4، تنظر إلى ما أبقاه الله عز وجل عليك من النعم. قال الحسن رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في قول المولى عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، قال يذكر المصائب وينسى النعم. يا سلام، كلمة كنود أنه ينسى النعم ويذكر المصائب. إذا قاعد كده وربنا كرمه الحمد لله عنده بيت وعنده عربية وعنده شركة وعنده زوجة وعنده أولاد، ولكن حصل له خسارة مثلا في 100,000 جنيه، فينسى كل هذه النعم اللي ربنا أكرمه بها ولا يذكر إلا المصائب. وأنا خسرت 100,000 جنيه وتخرب بيتي بسبب 100,000 جنيه وما كانش يومك يا فلان ومش عارف إيه، ويفضل يعدد واخد بالك ويفضل يذكر المصائب، ودي مش أول مرة ربنا يفتريني، ده سنة مش عارف كام حصل لي إيه، وسنة كذا عملت عملية، وسنة كذا ابني عمل حادثة، ومش عارف من 40 سنة والدي توفي، ويقعد يذكر المصائب ولا يذكر نعم ربنا عليه سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود، يذكر المصائب وينسى النعم. طبعا ده مش في كل الناس، إنما في عموم البشر كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، يعني قل من يشكر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد الشعراء اسمه محمود الوراق يقول يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ بيقولوا لحد إمتى بتشكر المصيبات وتنسى، بتشكو المصيبات وتنسى النعم؟ يبقى إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ سيدنا عروة بن الزبير رحمه الله رحمة واسعة لما جاله مرض الآكلة وقطعت رجله ومات ابنه محمد في نفس اليوم، كان ضيف عند الوليد بن عبد الملك، وبعدين ربنا قدرني في الوقت ده كان خلاص المرض بقى يوصل بقى لمنطقة ما ينفعش معه علاج، فقال له لابد من قطع رجلك، نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده تذهب عقلك كده عشان إيه ما تشعرش بألم القطع. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا فإذا ما دخلت في صلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله. فما إن دخل في صلاة وبدأ يصلي وبعدين ركع وبعدين ساجد، هو ساجد خدوا رجليه وقطعوها فأغشي عليه يوما كاملا. فلما أفاق قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك، وقالوا له أحسن الله عزاءك في ابنك محمد، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فما كان منه إلا أن قال شوف بقى واحد رجليه اتقطعت وابنه مات، ابن البكري حبيبه ابن البكري مات في نفس اللحظة. قال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. وشوف الأدب بقى، قدم النعمة قبل النقمة، قبل المصيبة قبل البلاء. قال أعطيتني 4 أطراف وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أولاد وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. يبقى رقم 4، أن تنظر إلى ما أبقاه الله عز وجل عليك من النعم. رقم 5، أن تحمد الله عز وجل على أن المصيبة لم تكن في الدين. خدوا بالكم يا جماعة، أي مصيبة في هذا الكون والله العظيم تهون بس ما تكونش في الدين، لأن مصيبة الدين ليس لها حل.
الإنسان يبتلى في المال، يزول المال كله مش مشكلة، يبتلى في أولادي، يبتلى في صحتي، يبتلى في أي شيء، المهم لا يبتلى في ديني، ما يفقدش دينه، ما يكفرش بالله، ما يشركش بالله، ما يكونش من أهل البدع، ما يعيش حياته كلها في المعاصي إلى غير ذلك. عموما الوقت الحقيقة جري بينا بسرعة، فنخلي العنصر الخامس ده وما بعده من العناصر في يوم الاثنين القادم إن شاء الله. ندعو في الدقائق المتبقية إني داعم فأمن من قلبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونستغيث بك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا يا ربنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين، وفرج الهم عن المهمومين وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. ألب بين قلوب المصريين واجمعهم على قلب رجل واحد. صب الخير على مصر وجميع بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولقائنا غدا إن شاء الله في ليلة في بيت النبي على قناة إقرأ الساعة 9:30 مساء إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات اليد، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. علينا ما دام